ما أعتقد دكتور أحمد، أنا أعتقد يعني الواقع يقول شيء آخر. إزاحة الميليشيات من العراق إلى سوريا وتمركزها في سوريا، يعني على حدود، على قولتك، نهر الفرات، هذا بحد ذاته يقول لنا بأنه إيران بدأت تدرك أن العراق مهم جدا بالنسبة للأمريكان، ومهم جدا طبعا بالنسبة لدول الخليج. وإيران الآن بسبب مأزق اللي هي فيه والحصار اللي عليها، ومثل ما قلنا انفتحت عليها جبهات عدة من أفغانستان إلى أذربيجان، بدأت تدرك بأنه من خلال الحوار اللي صار ما بين إيران والسعودية في داخل العراق، بأنها في من مصلحتها أن تضبط ميليشياتها في داخل العراق وتمنحهم من أي تصعيد أمني أو عسكري في داخل العراق، لأنه راح يسبب المشاكل كثيرة. فهي تحاول الخروج من عمق الزجاجة بعض الشيء بالتقارب مع دول الخليج وبالذات مع السعودية. وهذا يتضمن، أنا أعتقد بأن السعودية من مصلحتها تماما، وأعتقد أن جزء من المفاوضات مع الطرف الإيراني هو حل الميليشيات الإيرانية في داخل العراق، اللي طبعا هي عراقية بس تابعة لإيران في داخل العراق. فمن مصلحة إيران أنها تضبط ميليشياتها في العراق بعدم التصعيد الأمني، وإحنا قاعد نلاحظ الآن الاحتجاجات اللي قاعد تصير من هذه الأطراف اللي خسرت الانتخابات، عادة ما يعني خلاف الدخان البنادق والتصريحات النارية، بالحقيقة هي ما زالت تتصرف في ضمن إطار القانون احتجاجات، يعني عدم تصعيد أمني وعسكري. وهذا يأتي طبعا بتعليمات من إيران، فإيران راح تحاول أنها تنقل الوضع الأمني الغير مستقر للميليشيات في داخل العراق إلى سوريا من أجل بعض المكاسب في داخل سوريا، ولكنها تحاذر أن تصعد الوضع الأمني العسكري في داخل العراق، لأن راح تفقد مثل ما نقول بعض النجاح اللي حققتها دبلوماسيا من خلال محاورتها مع السعودية، وأيضا راح تضع التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب مفاوضات حول الملف النووي. فإذا مو من مصلحة إيران أنها تدفع بميليشياتها في داخل العراق إلى التصعيد ضد التحالف الدولي أو ضد أي حكومة عراقية مستقبلاً.